متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. وكيف ما معودينكم وكيف ما دايما فاحنا كنمشيو لهاد الحالات باش كنوصلوا صوتهم للمجتمع، كنحاولوا نوصلوا صوتهم كذلك الرأي العام. اليوم معايا واحد السيدة، غنحاول نعاود القصة ديالها بالمختصر وهي غنخليها هي تعاود لكم اشنو طاري ليها. هاد السيدة هادي ربات واحد البنيتة، هي اولا بدا فيها مرض ديال القلب والمصاريف ديالته كثيرة بزاف، وكيطلبوا ليها يعني بزاف ديال الاشياء، طبيب دواء. هاد الدار هادي اللي هي عايشه فيها يعني شراتها ولكن ما كملاتهاش في الطريطه. هادي تاني حاجه. تالت حاجه، البنت اللي عندها هي غير ربات واحد البنيه، وللاسف هذيك البنيه ما عندهاش الجهد حتى باش تعاونها. غنخليوها هي تعاود لكم اشنو طايله. الاسم ديالكم فين ساكنه؟ رفعي انتي قرب الميكرو ورف... لا رفعي صوتك شويه، قولي الاسم ديالك وفين ساكنه. سميتي حليمه، سميتي منياني، ساكنة في التوحيد، ودفعت فيها الدار. ما كان كنخلص مني، كنت نقدر نخدم وداكشي، مني مرضت ما بقيتش نقدر نخلص. فاش كنتي خدامة ومامتي؟ خدامة في دروج، كندير عميناج، وكانت قادرة هاد بنياتي وهاد المصروف ديالي والدار وداكشي. ملي مرضت ما بقيتش قدرت، بقيتش قدرت نخدم. وليت خدمت نهار ما نكفي 15 يوم، كاين بعض المرات نبرك شهر، وإلا بركت في الخدمة كيقطعوا ليا ما كيخلصوني. صافي تتقهرت، ما بقيتش قديت بنتي، وليت نزيد خطوة خاصني نبرك، نزيد شوية نبرك، ما بقيتش نقد نهز السطر. قرب خلي الميكرو. ما بقيتش نقد نهز السطر ولا نهز شي حاجة ثقيلة، ما بقيتش نقدر عليه. كيفاش جاك هذا المرض ديال القلب؟ قال لي الطبيب عندك من الأعصاب. باش جاني المرض ديال القلب من الأعصاب، كنت عصب بزاف. رفعي صوتك شويه ام بنتي. كنت عصب بزاف، جاني هاد المرض من الاعصاب. قال لي الطبيب من الاعصاب عندك. وهاد المره فاش رجعت في رمضان، رجعت عند الطبيب عاود دوزت عندو، قال لي القلب ديالك ما بقاش تحمل. عطاني برا، قال لي دفعي الخدمه، ما بقاش قلبك محمل لك، قادر يطيحي في شي الزنقه، طيحي في الخدمه، طيحي في وقع لك مفاجاه في شي بلاصه، طيحي تموت. ودابا راه خدمت شي 15 يوم من ورا داك الراحة اللي عطاني الطبيب، ومني دخلت دارني الحال عاود برك تاني. دابا تاني رانا باك، كاين مرة اللي ما كانتش شي يومين ثلاث ايام نعاود نمشي تاني نخدم نعاود نبرك. دابا كنطلب منكم الى لا واخا اخا عاودينا شوية على المعاناة ديالك. هو المعاناة ديالي راه بزاف، كنعاني من خلاص ديال الطريطات ما عنديش، كنعاني من الدواء ما عنديش باش نشريه، عاني من البنت ما لقاتش خدمه، كون عا بنتي لقيت لها خدمه. فين ما كنطلبوا للناس باش يدبروا لها خدمه، يقول خاصه ندير كون عندها دي بلوم، كون عندها تعد عني بوباس. هاد البنت انتي مربياها؟ انا مربياها، مربياها صغيرة، بنت نهار زادت جدا وقرات وقريت وكافحت معاها وكل شيء، ما سهلش الله، ما نجحتش في الباك، ما كملتش. واخا شنو الطلب ديالك اليوم؟ الطلب ديالي كنطلب من الناس شافوني وبغاو يحنوا في الجي يتعاونوا معايا داكشي اللي رفعي صوتك كان بخاطر عندك تشد نفسك. واخا ترفعي صوتك شويه. نطلب من الناس يوقفوا معايا لا قدر وقفوا ادري ما قدرت كنمشي على قد حال، ودابا راه الله كعالم عليا وكيشوف فيا. شحال الرقم ديالك؟ الرقم ديالي 06 53 57 93 69. عاودي 06 53 57 93 69. كنشكركم متابعي قناة شوف تيفي على تتبعكم لهذا البث المباشر، اللي كان مباشرة من الدار البيضاء. إلى اللقاء.